الانسان احيانا يكون عنده مناعه ضعيفه بتصيبه اكثر من الشخص اللي مناعته اقوى. كل سنة في فصل الشتاء مع بداية فصل الشتاء الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا الموسمية إلى طبعاً مشكلة فيروس الإنفلونزا إنه بتطور جينياً وبتحول وبتمحور، فكل 10 سنين بيطلع نوع جديد. هذا النوع الجديد أول ما يجي بصيب مئات الآلاف من الأشخاص لأنه ما عندهم مناعة له. الآن سنة 2009 صاب مئات الآلاف بل ملايين من الأشخاص، بعدين تحول إلى إنفلونزا موسمية فصار يجي كل سنة مع الشتاء وانتهي مع بدايات فصل الربيع. نعم، صعب جدا تمييز إنفلونزا الخنازير عن إنفلونزا الموسمية، صعب جدا بداية عنك الحكي هذا حتى على الطبيب. على كل الكل بيشترك، الكل هذول الأنواع الإنفلونزا بتشترك إنه الإنسان بصيبه عياء في الجسم، بصيبه حرارة قد تكون خفيفة قد تكون شديدة، يصيبه عطاس، يصيبه ألم في الرأس. طبعا هناك بكون في افرازات انفيه كثيره بتكون موجوده والم في الحلق. يعني بس في بعض الامور اللي ممكن تميز انفلونزا الخنازير، مثلا الاعراض الجهاز الهضمي، مثلا المراجعه والاسهال ممكن تكون اكثر بالانفلونزا، تعيه الانفلونزا الخنازير.
نسبة الخطورة فيه ممكن تكون شديدة على بعض الفئات من الناس، يعني النساء الحوامل، الناس اللي عندهم أمراض شديدة مثل السكري، الناس اللي بوفروا أدوية مثبطة للمناعة، الناس اللي في عندهم نقص مناعة أصلي أو مكتسب لاحقا، ولا ممكن إنفلونزا الخنازير قد تكون أشد وطأة عليهم. طرق الوقاية من الأمراض المعدية تشترك في أمور معينة، يعني الوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير والأمراض الالتهابات السحايا والأمراض الجهاز الهضمي الإسهالات، تعرف كلها مسببات لمرض الفيروسات. أهم شيء في الوقاية من الفيروسات دائما كلها اللي هو نظافة الأيدي. يعني احنا نغسل ايدينا وننظف ايدينا ونستخدم المواد المنظفه للايدي بعد كل عمل بنقوم فيه، هذه مهمه جدا. نظافه الايدي هي انجع واسهل وارخص طريقه للتخلص من الجراثيم. طبعا في شغلات ثانيه مهمه، مثلا يعني انك تشتري ادويه مكشوفه، مشروبات وماكولات موجوده في الشارع، هذا حكي غلط مش لازم نستخدمه. دائما ننتبه انه اي شيء نشتريه ناكله ونشربه هو عباره عن يعني شيء موثوقه. القضيه الثالثه انه اذا كان في اماكن زحام شديده نحاول نتجنبها، لانه الا تلاقي في اماكن زحام شديده ناس عندهم انفلونزا او امراض معينه. واذا كنا احنا مصابين كمان حتى نقي الناس الثانيين، ما نقتربش من اماكن الزحام الشديده للناس الثانيين. وبرجع وبقول انه مطعوم الانفلونزا كمان ممكن يحميك. مطعوم الانفلونزا اللي بتاخذ في بدايه شهر 9 وشهر 10 كل سنه ممكن يحمي الانسان من الانفلونزا الشديده. طيب دكتور، رساله بتقدمها للناس وللطلاب خصوصا طلاب الطب؟ طلاب الطب ناس معرضين اكثر من غيرهم بسبب تعرضهم للمرضى اصاب الانفلونزا، بنصحهم انه سنويا مع بدايه فصل الشتاء ياخذوا مطعوم الانفلونزا، زائد الالتزام بالمعايير الاساسيه لنظافه الايدي واساليب منع العدوى الموجوده في المستشفيات الموجوده عندنا.